حرف الميم، حرف الميم نضعه كسرة، مي 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 مي، ثم بعد ذلك حرف الذال، حرف الذال نضع السكون، مذ ذ ذ مذ مذ مذ. بعد ذلك حرف الياء، حرف الياء نضع فتحة، يا يا مذ يا مذ يا مذ يا مذ يا مذ يا. بعد حرف الياء نضع مدا به الألف، يا يا مذ يا مذ يا مذ يا. ممتاز. ثم أخيرا نضع حرف العين، نضع ضمتين، عن عن مذ يا عن مذياع مذياع. الحرف الممدود هنا وهو حرف الياء نوع المد، مد بالألف، يا يا مذ يا عن مذياع مذياع مذياع. ممتاز، جيد جدا.